هذا القصر اللي قاعدين بيه احنا ايش قد مساحته بسيديه؟ هذا مساحته دونمين. دونمين يعني 5000 متر تقريبا. نعم. هذا ملك جنابك من قبل 2003 لو بعد؟ سؤال جيد وانا اشكرك على هذا زين. هذا لان جماعه من اين لك هذا؟ نعرف جنابك منذ زمن عندك املاك وتاجر و... هذا انا ما اخذه بال 92 هذا البيت هذا القصر 92 او 93 زين. الارض والقصر بني او البيت بني قبل 2003. طيب 2006 جو الولاد دخلوا جوا قتلوا الحارس وفلشوا بداخل البيت. من هم الولاد؟ 2006 بالذكر. من يحتاج احط لهم عنوان واضح؟ زين هم لو ماخذين شيء يسوى كاشيه شعليه. هذا البيت القصر كله تفلش؟ مو تفلش كلي يعني خرب بشكل كبير. ها رديت رممت النوب وسكنت به بعد انه يعني المنطقه الخضراء اولا اني بديت لا ارتاح في السكن فيها واثنين هم تحارشوا بينا. ايش سووا لك المنطقه الخضراء؟ والله هاي القاعه محتاجين لها وهاي المدري شنو محتاجين لها يا باخذوها. جابوا زنجيل زنجلوها وخلوها راح الجراذية والجسمة وهي تخربها. يعني بدل ما كنا محافظين عليها راح يخربوها. كلهم استولوا عليهم بالخضراء؟ مو كلهم معظمهم بس البقية أنا زعلت عليهم. ها أنت زعلت عليهم وطلعت ورجعت لهذا بيتك. نعم. ليش نعوا أنه هذا القصر هو من أملاك عقارات الدولة؟ هذا؟ إيه من يقول؟ هم يعني شنعوا وأنا سامحهم من نفسي. إيه خلي شنعوا هو بس هاي شنعوا.